أهل الحق عباد الله، إذا بقي أهل الحق ساكتين متنازعين مختلفين متخاذلين فسيأتي يوم يضطر خطباء الجمعة والأعياد إلى القول، سيضطرون إلى أخذ الإذن والرخصة من موازين ومن الموسيقى الروحية. هذا يجي وقت لأن يمكننا نطلعوا فوق المناظر حتى يعطونهم الإذن من معاني الخمور ومن الأبناك الربوية ومن الجمعيات الإلحادية ومن المكتب السياسي اليهودي ومن المكتب السياسي والقنصليات والسفارات الأمريكية وغيرها حتى يسمحوا لنا. أما الإذن ديال المجالس العلمية ولا الإذن ديال وزارات الأوقاف ما غادي يبقى يكون والو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة التابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن أعداءنا يعجبهم أن نبكي بصوت كما نسمع، ولكن لا يعجبهم أن نتفق على كلمة لا إله إلا الله. كفانا بكاء وكفانا ضعفا وتخاذلا وعجزا. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة التابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اذكروا الله يذكركم، اذكروا الله، اذكروا نعمه يزدكم، واذكروا عزته وبطشه، واحذروا غضبه فإنه على كل شيء قدير. غفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.